مشاهدي قناة بلاص واق تي في، السلام عليكم. كنتواجدوا حاليا من مدينة بودنيب، قصر بودنيب. كننقل لكم حدث العيد المولد النبوي الشريف مباشرة من قصر بودنيب. هاد العادة ديال الجدود ديال القبيلة ديال قصر الناس ديال بودنيب، قبيلة بودنيب. ثم كتشاهدوا هاد العادة كافوا العلامات ها انتما. الثقافة هادي من بكري بقات ها انتما. التقاليد ديال بودنيب حنا تنديروها ملي خلاونا جلنا هذا الشيء وبقينا فيه نديروه منين زاد النبي صلى الله عليه وسلم هاد ليلة المولد تنديروا هاد العلامات ونخرجوا بهم للمدينة وكانوا تخرجوا الناس تيباتوا في الأول تيباتوا في الجامع يقراوا ديك تيباتا دروك هاد الجيل ما ولاتش هاد العادة ولات كتمشي هاد العادة بدات تتمشي غير هاد الشوي اللي بقى فيها هما مراه تاع عمر كلشي تاع عمر كيجيو من القصر كيجيو من القصر ويجيو من الفيلاج ويجيو من كل من كل الفج صافي ايوا تاع عمر هذا الشيء من عام سيدي انا واحد الانسان بائع متزوج من مواطن بائع متزوج في هذا المحل تنجيو من العام للعام لهنا لهذا المكان تنصدقوا باب الله الناس تيزوروا المقابر تيرحموا على الموتى يدير واحد التراث ديال البلاد داكشي ديال العلامات وداكشي ديال هذا وتنجيو نصدقوا باب الله هنا مع الخوت مع الدراري مع البنات مع العيالات مع الرجال لا كل تنصدقوا باب الله كاين شي حركه شي شويه ايوا يا ربي الحمد لله والشكر لله ثمر وجود حركه الحمد لله الله يسهل داكشي اللي تنجيبو تنبيعوه الله يسهل عليك كاتوه خوتي المشاهدين كنقول لسيدنا مبروك عيدك وعلى المغاربه كاملين وعلى الدول الإسلامية هذه عادة خلاوها لنا جدودنا كنهزوا العلامات ملي كنخرجوا الصباح كنفطروا كنخرجوا بالعلامات بالقراية وكنذكروا تنديروا الذكر وكندوزوا على الأولياء وكنقراوا وكنرفدوا الفاتحة على الناس اللي ماتوا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحنا محتفلين بعض النهار اللي ما كيبغيوش دوك الناس الاخرين نحتفلوا بهذا النهار وعا سيدنا وتحيه للمشاهدين فين ما كانوا المغاربه